السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. كتير مننا بيحب يشرب عصير المانجا، وده علشان طعمه اللذيذ بالطبع، لكن حابب اقول لحضراتكم العصير دوت مفيد جدا يا جماعة، فوائده لا حصر لها. هنقولها لحضراتكم سريعا عشان ما نطولش على حضراتكم في الحلقة اكتر من اللازم، لكن اعدد لحضراتكم ايه الفايدة اللي ممكن ناخدها من كوباية عصير مانجا كل يوم. عصير المانجا بيحتوي على كمية كبيرة من البيتا كاروتين وفيتامين ألف. المكونين دول بيساعدهم بشكل مباشر في تقوية النظر وحدة النظر والحفاظ على شبكية العين. فيتامين ألف بيعمل كمضاد أكسدة، بيزيل الإجهاد التأكسدي في شبكية العين، واللي بدوره بيعمل على الوقاية من مشاكل كتير جدا للعين. بيعمل كمان عصير المانجا على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، وده لأن المانجا بتحتوي على فيتامين سي، وده له دور كبير في دعم المناعة في الجسم، فبيخفض نسب البروتين الدهني منخفض الكثافة، واللي معروف بإن هو نوع ضار من الكوليسترول اللي ممكن يحمي بدوره صحة القلب وبيقلل من كمية الترسبات في الأوعية الدموية والشرايين. كمان بيعمل عصير المانجا على تحسين عملية الهضم، فبالتالي بيسرع من عملية نقل إبراز وتليين الجهاز الهضمي، واللي بيساعد بدوره على التخفيف من أعراض الانتفاخ والتشنجات وضيق المعدة. مفيد جدا عصير المانجا في زيادة مناعة جسم الإنسان، وده بسبب احتواء المانجا على فيتامين سي ومضادات الأكسدة. كمان بيعمل على دعم صحة العظام لاحتواء عصير المانجا على فيتامين كارف، واللي بيساعد بفيتامين كاف دوت بيعمل على التسبب في حماية صحة العظام، وبالذات اللي عنده العظام مكسورة فبيحميها، لأن الفيتامين كاف دوت مهم جدا لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم وضروري للحفاظ على صحة العظام. مفيد لصحة البشرة والشعر، وده بسبب نفس فيتامين A، واللي مهم جدا لإنتاج الدهون اللي بتحافظ على رطوبة الشعر، وهو مهم لنمو جميع أنسجة الجسم واللي بتضمن أنسجة الجلد والشعر. كمان بيحمي من مرض الربو. عصير المانجا يا جماعة مفيد جدا في عملية دعم صحة الحامل، وده لأن هو بيحتوي على فيتامين جيم وفيتامين ألف، واللي مهمين جدا للحامل، فبيحاربوا البرد اللي ممكن يحصل أثناء الحمل والأنفلونزا والأمراض الفيروسية للحامل، فبالتالي هو مفيد لصحة الحامل. أما بالنسبة للصحة الزوجية، فعصير المانجو يا جماعة مفيد جدا لاحتوائه على فيتامين جيم، واللي بيقوم بإصلاح الخلايا والأنسجة المهمة للعملية الجنسية، فبيفيد في زيادة معدل الانتصاب ومعالجة سرعة القذف عند الرجال، وبيعالج مشكلة انخفاض الرغبة الجنسية. كمان هو المانجو بتحتوي على فيتامين ه، واللي هو بيساعد على تحسين العملية الجنسية عند الزوجين. أما بالنسبة لعصير المانجو، فيا جماعة بلاش نزود من الكمية اللي ممكن نشربها في اليوم، فكوب واحد كافي جدا للحصول على الفايدة. الإكثار منها مش كويس، لأن ممكن يعمل بعض الحساسية أو يعمل زيادة في الأملاح. وبالنسبة لي اللي عنده مشكلة في مرض السكر، يمتنع تماما عن شرب المانجو، لأنها ممكن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. كمان يا جماعة بلاش نزود من كمية شرب المانجو، لأنها ممكن تعمل إسهال وممكن تعمل الإصابة بحصوة في الكلى. نتمنى حضراتكم تستفيدوا بالعصير، ناخد من الحاجة فايدتها وبلاش نضر نفسنا بيها، وبلاش نكتر من شرب عصير المانجو أو أي مكون آخر. نتمنى تكون حضراتكم استفدتم بالفايدة والمعلومة. نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.